السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد وتحديث جديد للعبه هجوله وحوادث، اجمل لعبه سيارات هجوله على اجهزه الايفون والاندرويد، ورابط تحميل اللعبه بتلاقوه بصندوق الوصف. واهم شيء انه اللعبه تصميم عربي بالكامل، تصميم عراقيين وسعوديين بنفس الوقت. تحياتي لاهل العراق واهل السعوديه ولكل اللي عم يتابعنا من وين ما كنت تكون. طبعا يا جماعه اللي ما حمل اللعبه يروح يحملها من الروابط الموجوده بصندوق الوصف. وطبعا في عنا سلسله راح تكون على هاي اللعبه بالايام القادمه، راح نعمل لكم سلسله واللي هي هجوله المتابعين، يعني راح تبعتوا لي مقاطع او لقطات قصيره راح نصورها ان شاء الله ونعمل عليها مقطع ونعمل السلسله، وراح تكون كل هالشيء هي عن طريق الديسكورد تبعنا الموجود رابطه بصندوق الوصف. طبعا مثل باقي الالعاب الثانيه، التراكرز فور بي 3 والكار باركينج وهدول الالعاب، شلون عملنا سلسله هنيك راح نعمل سلسله نفسها بهي اللعبه، وان شاء الله راح تعجبكم السلسله وراح نكمل فيها. واليوم يا جماعه الخير في عنا تحديث واللي هو 2.4.0. التحديث يا جماعه الخير فيه اشياء جديده ضافونا هون على اللعبه، واللي هي في عنا اول شيء اضافه دعم يد اللي هي يد التحكم البلاي ستيشن، صار بامكانك توصل على الجوال وتستخدمه باللعبه، يعني اي يد عندك بتقدر تستخدمه اذا كان بتحب. في عنا اضافه ميزه اهتزاز الكاميرا عند الهجوله، وفي عنا اضافه فيكتوريا اللي هي الفورد واقعيه جدا، وفي عنا كمان حذف الربع اللي هو التويوتا، حذفوه مع الاسف لاني فيه مشاكل. وفي عنا كمان اضافه ماكسيما عليها هيك تخبيره وما تخبيره وكذا موسخه، وفي عنا اضافه جنوط حديد اللي هي جنوط اللي بيكونوا العاديات على بعض السيارات، وفي عنا تغيير دخان الكفرات بشكل كامل، وتغيير لمعة المواتر، وحل مشكلة الأداء في ماب المنطقة الشعبية والشتاء والغروب، وفي عنا كمان تغيير أجواء بعض المابات القديمة، تقليل وقت التحميل للحد الأدنى للتحميل. يعني يا جماعة الخير وقت بتجي بتدخل على اللعبة مو بيكتب لك إنه لودينج أو تحميل أو هيك، فهلأ قللوا من الوقت تبعه يعني صار أفضل. إن شاء الله يكون عجبكم التحديث وعجبتكم الفكرة اللي حكيت لكم عليها. وهلأ يا جماعة خلونا ندخل مباشرة على الدخول للجراج بهالشكل. مثل ما شايفين فتحت اللعبة بهالشكل، وطبعا أنا مختار الماكسيما الموسخة مزبطة بهذا الشكل. تفرج يا حبيبي على الموتر ما أفخمه، شايفين سيارة أسطورية. طبعا رح ندخل نجربها مباشرة، نحطمها نكسرها نجيب أجلها. بس أهم شيء يا جماعة الخير لا تنسونا من الصلاة على النبي، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك والفايز والرجاء صحة وصحتكم كل جديد، وبترككم مع المقطع المشاهدة ممتعة. وبداية يا جماعة اخترنا السيارة، رح ندخل مباشرة على اختيار خريطة، رح ندخل على الماب هاد منطقة الشعبية. طيب يا جماعة الخير مثل ما شايفين قدامكم عنا السيارة بهالشكل. خلونا نشغل الإنارة، ودي الإنارة اشتغلت، حلو شيء خرافي. بسم الله ننطلق. يا ساتر روحي فحطي. قال لك اليوم مفكر اني اكسر السياره اجيب اجلها، ما بعرف ليش. طبعا من هذا المنبر بحب اوجه تحيه كبيره للمطورين وبالاخص منهم اللي هو مو علي اسمه احمد. تحياتي لك يا احمد الغالي، الله يسعد لي اياك. مثل ما شايفين السياره بتهجول بهالشكل، شايفين ما افخمها. روحي روحي، بدنا شي حيطان هيك شغله نخبط فيها. ما في، الله نشوف لقدام في مكان مثل متاجر وما متاجر بس نخبط فيها، شو رايكم؟ اوف كسرنا السياره، شايفين؟ طبعا ميزه التحطيم موجوده في السياره كمان، الناس بيحبوا يحطموا يكسروا، تقدروا تحققوا احلامكم بهي اللعبه اذا كان بتحبوا. طبعا مثل ما شايفين الاجواء في اللعبه اسطوريه، اسطوريه بكل معنى الكلمه يا جماعه الخير، يعني صدقا انا لحد الان ما شفت هيك اداء بغير لعبه. خلص معلم فجرنا السياره، شو بدكم اكثر من هيك؟ طلب اوبا لك السقفيه روحنا. وعلى فكره الجنوط الحديد اللي حكينا عليهم ان هدول هدول المركبين على السياره، ما بعرف اذا ملاحظين شايفين هدول اضافونا اياهم جداد. بالنسبه لاداء اللعبه حيسس لكم صار افضل من قبل، مثل ما شايفين في عندنا كاميرا، يمكن بامكانك تختار هاي الكاميرا. لحظه حلو، هاي الكاميرا للتفحيط وما تفحيط سينمائيه. ادخل ابا شايفين جبنا العيد معلم، كسرنا السياره تكسير يا لطيف. الله تفرج يا حبيبي تفرج. والله صراحة يا جماعة أنا كتير كتير عم بفتخر في هيك تطوير من قبل مطورين عرب، يعني بالأخص بهي اللعبة يا جماعة مثل ما قلت لكم مطورين عراقيين وسعوديين بنفس الوقت، يعني هن أربع أشخاص متقاسمين التطوير بشكل كامل، ناس بيصمموا مابات، ناس بيصمموا سيارات، ناس بيصمموا أداء وأشياء هيك، يعني بيظبطوا اللعبة كلياتهم. فبنعطي الله يعطيهم العافية وإن شاء الله من أحسن لأحسن،
وندعي لهم بالتوفيق والنجاح. طبعا مثل ما شفتوا هاي هي الماكسيما كسرناها. خلونا نروح نجرب الفيكتوريا. شو رايكم الفيكتوريا الجديده اللي هي الفورد؟ شوف شو وضعها ترى. مثل ما شايفين اخترنا السياره الفيكتوريا. خلونا نعملها تعديل هيك بسيط، نحط لون غير هاللون اللي حاسس لكم اللون كتير خرافي ما شاء الله عليه. ايوه شو نحط لون يا جماعه الخير؟ حطه بهذا اللون السماوي، شو رايكم؟ والله شي فخامه. على فكره حطه نمره سعوديه، شايفين نمره سعوديه ولا هي عراقيه؟ هل هو سعوديه؟ يمكن نعمل لها رجوع، حط رجوع كمان، ونعمل لها اختيار خريطه. تعالوا نختار خريطه غيره. شوف في عنا خريطه اللي عدلوا عليها انهي المنطقه الشعبيه، يمكن ما شتاء وغروب. تعالوا نشوف هاي ولا نشوف اذا كان في وحده غيره. لحظة. مثل ما شايفين اخترت هاي الخريطة، الخريطة كتير حلوة مبين عليها. رح نعملها هيك اختيار. مثل ما شفتوا الخرائط الموجودة يعني عن جد لا يعدوا، بنفس الوقت الخرائط عم بيكونوا بتصميم كتير خرافي، وبالأهم كمان السيارات مثل ما شايفين. يعني هلا الفيكتوريا مصممينها بشكل كتير كتير حلو. مثل ما شايفين قدامكم بإمكانك تقرب وتبعد الكاميرا بهالشكل، شايفين تقدر بتشوف السيارة بشكل أكبر. طيب خلونا نشغل الإنارة يا معلم، شايفين؟ ونطلع نهجول فيها نشوف وضع الفيكتوريا، هل يا ترى رح تكون سيارة حلوة أكثر من الماكسيما ولا هي أحسن؟ هلا رح نشوف. صوتها طربي معلم، صوتها طربي ما شاء الله على الجرافيك يا جماعة الخير. الجرافيك شيء خرافي. يا لطيف كسرناها معلم. شايفين؟ شباب كتبوا لي في التعليقات اي خريطه عجبتكم اكثر مشان نقدر نعمل عليها شو اسمه المقطع او السلسله اللي قلت لكم عليها اللي هي سلسله هجوله المتابعين. ان شاء الله اي خريطه بتحبوا نعمل عليها السلسله كتبوا لي في التعليقات مشان اضبط الوضع على مبدا عرفتوا كيف، لاني محضر لكم مفاجاه ان شاء الله تزبط. وتحياتي لكم. ماشي فيه كسرناها تكسير. هلا هي فيها وضعيه التكسير اكثر من هذيك. تخيل الباجاج انفتح معلم، ورجيني الباجاج معلم. الباجاج انفتح، شايفين؟ شايفين داخلية الباجاج أو الدبة هي اللي بسموها من ورا هيك المحفظة أو إيش بسموه؟ أوف أوف في رجوع كمان، شايفين؟ إذا رجعت لورا بتعمل توت توت كمان، يا عيني عليك. يا أخي شو بدكم بالحكي؟ فخامة. أوبا، لا يا جماعة الخير جبنا العيد، كسرنا السيارة تكسير. كسرنا السيارة تكسير. يا ربي دخيلك هات لشو. الله اكبر، بووو راح الصدام الخلفي، راح الصدام الخلفي يا جماعة. تعال نشوف يا ترى بنقدر نشوفه. شايفين الدخان اللي عم بيطلع من الدواليب؟ كان سابقا مو هيك يا جماعة، هي اول مرة بشوفه هيك انا. وين راح الصدام الخلفي؟ الصدام الخلفي ضيعناه يا حرام. سيارة جديدة كسرناها تكسير. شو رايكم يا جماعة؟ عجبتكم؟ عجبتكم أكيد ما؟ هاتلا شوف طوف لا طوف طوف طوف. أوه. أنا أكثر شيء بيعجبني اللي هو بحطم السيارة بكسرها تكسير يا جماعة. يا لطيف وين دخلنا؟ طلعوا خلينا نطلع من هون شي ما نكسرنا شي، نزلنا شي بناي. الله أكبر. لا يا معلم شفتوا؟ شفت اللي انا شفته؟ يا لطيف يا لطيف، ما افهمها يا جماعه. طيب تعال نوقف هون، حاج بكفي كسرناها تكسير معلم، ما عاد حاج يعني السياره تقول يما ارحميني. طيب مثل ما شفتوا يا جماعه الخير بهذا المقطع عملنا لكم هيك جوله بالتحطيم والتكسير، وان شاء الله يكون عجبكم المقطع وعجبتكم السلسله حكيت لكم عليها. اكتبوا لي رايكم في التعليقات شو بتحبوا نعمل السلسله الجديده، وان شاء الله ما بنقصر معكم، واللي ما حمل الله بيروح يحملها. وتحياتي لكم، والله يا جماعه الخير بتمنى انكم لا تقصروا معنا، وصلى على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسونا باللايك والاشتراك في هذا المنتصف الجديد، وبترككم بامان الله وسلام.